مزاج. هنا روسن مع روسن الحلاق. هنا روسن. لا مش فدوة، الصالون. يعني أنا نفسي أفهم ليش كل البنات بيفكروا حالهم لما يطلعوا من الصالون إنها رح تطلع مايا دياب. حبيبتي بدك تعملي لي شعري هيك منفوخ ومرفوع يكون لونه بني، بس مو بني فاتح كتير ولا غامق كتير، بس أقرب للفاتح، يعني نفس لون شعر فدوة. نيجي لموديل البنت المطششة هاي اللي بدها كل إشي بس مش عارفة إشي. إيه مش عارفة شو بيلبق لي، هيك قلتك مش عارفة كيف يعني بيطلع حلو علي. يا الله مش عارفة. طبعا هاي البنت تقع فريسة فدوة. تعالي يا حلوة، تعالي كلي هذا البوكس وشوفي كيف رح تصيري أحلى من هيفاء وهبي. مناسبة البوكس على فكرة هو من أحسن أنواع المكياج، تعرفوا ليش؟ لأنه كل يوم بنزل لون جديد. رينبو الله وكيلكم. نيجي لموضوع كتير مهم بيصير بالصالونات. الصراحة أنا ما بلوم النسوان اللي بيروحوا بدوروا على عروس بالصالون، يا أختي حقها تشوف قبل وبعد، لأنه أقل إشي بتدخل عبد الحميد بتطلع أنجلينا جولي، إلا عند فدوة بتطلع مصطفى كامل. بعدين في رجاء خاص من شان الله، بكفي اتغرزوا بكل بشعورنا. قال شو تثبيت اي شيخة لو في مغناطيس بسقف الصلاة كان لقيت كل البنات معلقين على السقف زي اللمبات، ارحمونا. يا حبيبة قلبي يا روحي انتي خليكي على طبيعتك، كوني كما انتي، واللي بده يحبك يحبك زي ما انتي، مش يحبك ناقص 4 كيلو مكياج. حبيبتي فدوة، حبيبة هارتسي، يلا باي.